يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكثر الحديث في هذه الأيام في الصحف والقنوات الفضائية وخطب الجمع في المساجد عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقه وأخلاقه لقرب مولده عليه الصلاة والسلام، فما حكم هذا الفعل وما هي النصيحة للأمة في ذلك؟ نعم، ذكر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه عليه الصلاة والسلام والتذكير بمحبته واتباعه هذا مشروع، لكنه ما يخصص بوقت، هذا على مدار السنة. أما اللي يتحرى هالوقت ولا يتكلم في السيرة ولا في خصال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الوقت، فهذا وسيلة لإحياء البدع. تنبهوا لذلك، تخصيص هذا الوقت اللي هو قرب محل البدعة هذا معناه تعاون مع المبتدعة في إحياء البدعة. نعم، ولا ما طرى عليك تذكر سيرة الرسول إلا بهالوقت هذا، إلا بسبب أنه ستحيا هذه البدعة قريباً. نعم، فيكون هذه مشاركة لهم، تشجيع لهم. نعم.